بتغني وبتمثلي وما يشدكيش المسرح؟ دي اغرب حاجه لا سمعتها. لا ما يشدنيش المسرح، عشان كنت فاهمه فكره المسرح ان انت اعاده اللي بتقوله كل يوم. اوكي، دي اللي كان المنظومه عندي، يعني فلقيتي ايه؟ زي ما بقول لحضرتك كده ان احنا جايين نعمل حلقه وبعدين فنعيد هنيجي بكره الاسئله نعيدها تاني، تاني. نعيدها تاني ونعيدها تالت فتفقد روحها ونعيدها خلاص. رابع، فاهم؟ ده انا حتى ما رضيتش اعمل بروفة صوت على الاغاني علشان اقول الاغاني بالفطره زي ما تطلع، فاهم قصدي؟ ما عيدهاش مرتين او ثلاثه. أوكي. اكتشفت ان المسرح مع الاستاذ صبحي، لما انا اولا هو اقترح او قال وقتها ان احنا هنعمل المسرحيه كارمن دي لمده شهر بالاجازات بتاعتهم، يعني كام حفله كده، وانه هيبدا بلعبه الست وبعدين كارمن وبعدين سكت السلامه، وكان كل حد هيمثل حاجه وانا كارمن من الاول. هو شايف ان انا، لدرجه انه قال لي لو انت ما مثلتيش كارمن خلاص نشيل المسرحيه دي نشوف غيرها. وكان في حاجات في السيناريو اللي هو قراه لي بتاع كارمن، ردودي كانت شبه الردود اللي مكتوبه من غير ما اعرف اللي مكتوب. يعني سالني اسئله معينه كده، لكن بتردي بنفس، لاني برد بنفس طريقه كارمن الشخصيه اللي هي كريمه مش كارمن يعني. فعجبتني كويس الفكره، عجبتني. وطبعا الاستاذ صبحي المفروض ان انا اجامل واقول لا هو ده حقيقه، هو قامه مسرحيه كبيره جدا، مش انا اللي حد رايي فيه يعني، لكن مش ده اللي بيستهويني في اي عمل، انه يكون بس الاستاذه العظيمه فاتن حمامه. طب وانا هعمل جنبها ايه؟ حلو، فاهم قصدي؟ ما هي عظيمه بيا ومن غيري واثنائي وبعدي، هي عظيمه. انا هعمل ايه انا بقى؟ بقى ده بالعكس، ده اما هي تبقى عظيمه انا اخاف اكتر طبعا. انا جاي اعمل ايه هنا؟ فاهم قصدي؟ فحته ان حد ياخد حقه الادبي ده هو واخده، يعني هو الاستاذ صبحي واخده صح. انما انا حاجه اعمل ايه بقى؟ هعمل كارمن، وكمان نكون ان المسرحيه تبقى باسمي، يعني باسم الشخصيه، ده عبء كبير، دي مشكله يعني. فالحقيقه بمرور الوقت هو اتضح ان هو من الاول شايف كمان ان انا اصله هنعمل لعبه الست، بس ما كانش عايز بقى يضرب كل حاجه بقى. هو الذكاء الفني بتاعه انه بياخد حاجه حاجه بشويش، ياخد اللي قدامه بشويش ويوصله للي هو عايزه بالشكل اللي هو عايزه واللي التاني يبقى مقتنع بيه. فبعد شويه قال لي انا شايفك، قلت له لا انا ما بعرفش اعمل كوميدي يعني. فبمرور الوقت اكتشفت ان المسرح مش زي ما انا فاكره، مش احنا هنعيد الكلام كل يوم، بالعكس. يعني الشراب المقلوب بتاع لعبه الست ده ما جاش من اول يوم كده، لا هي كانت عاديه، شخصيه عاديه يعني. وشجر الرز ونقي فيه براحتي، هي كوميديه بس ما كانتش فيه الحاجات دي. ده بيجي بالتطور، بيبقى زي البينج بونج، بيبقى حاجه بتزيد وحاجه كده. بدات اعرف التفاصيل بتاعه المسرح، بدات اهتم بالاشياء اللي ملهاش علاقه بس بالتمثيل، ليها علاقه بالاضاءات، ليها علاقه بالكواليس، ليها علاقه بالديكورات. في ناس كتير تقول ان الاستاذ صبحي متشبث برايه، بالعكس، لما بيلاقي حد ذكي بياخد ويدي فاقول مثلا نعمل كذا نشوف كذا، يقترح يقول هايل، بدل هو معاه الصوره النهائيه. يعني انت بتدي تفاصيل داخليه للصوره النهائيه اللي في دماغه تضيف، مش غلط. اللي حصل ده كان مش عايز بقى اسميه حراك واحط مصطلحات كبيره، بس هو كان بالتاكيد اضافه حقيقيه، وادى كم نشاط للحركه المسرحيه، وساعد ناس كتير انها تقدر تنزل من بيتها وتروح تتفرج على مسرح، لانه انت خلتنا نقدر نروح نتفرج على مسرحيات حلوه وعليها القيمه ودمها خفيف وممتعه وما بندفعش فيها فلوس كتير، والممثلين اللي قدامنا ممثلين بجد، مش نازلة تطلع تقول كلمتين كلام فاضي عشان أي ضحك ونروح يعني. لا، بنضحك وإحنا فاهمين إحنا بنضحك ليه، وسعدة ومستفيدين وميت فل. فضحك قال لي معلش يعني هنحاول نستأنف العمل المسرحي قدام شوية يا يوسف. فأنتوا الحقيقة يعني أستاذ صبحي وكل اللي اشتغل معاه، كل اللي اشتغل معاه، أنتوا عملتوا فينا جميلة عمرها ما تتنسي. فهنا بقى يجي السؤال،
يا ترى يا هل ترى نرجع نكمل مسرح تاني؟ يعني سيمون رجعت تاني تغني فترجع تاني مسرح ولا ايه؟ او احنا ما عملنا لعبة ست وكارمن وسكة السلامة عملنا المسرحيات دي فترة من الفترات لوحدها، وبعد كده بقى كل مسرحية في الأسبوع بنعمل مسرحية كل يوم، يعني زي أيام يوسف وهب، وده ما حصلش حتى هذه اللحظة، يعني صحيح. إن كل يوم مسرحية مختلفة، كل يوم عرض جديد، عرض جديد مختلف لنفس الشخوص. وبعد كده عملنا فارس بلا جواد، وده كان عمل احتاج تحضير لمدة سنة واحتاج تنفيذ لمدة سنة أو أقل من سنة شوية، وكان عمل مهم بالرسائل الداخلية اللي ما زالت قائمة وستظل طبعا. وكمان كان في مجهود في الأغاني وفي في التفاصيل كلها والسفر وحاجات كتير، والشخصيات اللي بتتغير بالمكياج وكده. فات زي ما حضرتك قلت وتفضلت حوالي 20 سنة من ساعة ما احنا أنا عملت المسرح يعني. فإذا كان هو الأستاذ صبحي اللي اختارني أصلا وصمم على هذا الاختيار علشان أعمل المسرحيات، وخدت جائزة أحسن ممثلة أحسن ممثلة مسرح على المسرحيات اللي عملتها، بقول لك أنا لو مرتبة المشوار ما يمشيش بالحلاوة دي، التوفيق ربنا ترتبت ده من فوق. ترتبت بصراحة من فوق جدا يعني. إنما بما إن هو اللي اختارني عشان أعمل لعبة الست وكارمن وسميحة أيوب سوسو سكة السلامة اللي هي سيدة المسرح أصلا، صحيح إحنا غيرنا في المفاهيم اللي بتاعت المسرحيات بتاعت لعبة الست وبتاعت سكة السلامة، وإن الأرض عرض وحاجات مفاهيم قوية للحرية وللتلات مسرحيات يعني، لكن لما حاجي أعمل مسرح طب ما انا اتعرض بعد الاستاذ صبحي عليا مسرح كتير كويس، انما وداخل مصر وخارج مصر، انما هي الفكره ان انا يعني عملت حاجه زي ما تقول اللي هي اخر الليله كده يعني. هيقول لك انا جبت اخر الشغلانه يعني، ما طبعا ما فيش حاجه اخر، بس دي يعني زي ما تبدا حاجه وتجيبها بشكل حلو. بدات أو حاجه بس بداتها من قمتها، بداتها من حته حلوه، عشان اشتغل حاجه يا زيها يا احلى. برافو عليك، اديك انت رديته. يعني ما لقيتيش زيها ولا لقيتي احلى؟ لا يعني قصدي حتى لو انا هشتغل مع الاستاذ صبحي اللي هو اختارني فهو اكيد هيبقى في دماغه ما تنساش ان هو اللي عمل ده. حلو، ما هو في حاجات تانية جات لك بعيدا عن الاستاذ صبحي، ده معناها انك ما لقيتيهاش لا على نفس المستوى ولا اعلى. يمكن عشان انا فكره المسرح، عشان زي ما انت تبقى اتعودت على المسرح ده بالطريقة دي، فممكن يجيلي بقى حاجات حلوة أو مختلفة أو كده، بس ما فيهاش الآليات بتاعت المسرح اللي في دماغي اللي أنا اتعلمته وشفته يعني، فاهم قصدي؟ بس وفي الوقت نفسه ما استهونيش حاجة إن أنا أعمل ليه مسرح تاني يعني، وأعمل مع مين مسرح تاني، أعمله لوحدي ولا أعمله مع ناس تانية، وليه أعمله؟ انا دايما بقعد اسال نفسي الاسئله دي يعني، عشان كده قلت لحضرتك ان انا بعد مرحله معينه فنيه بقيت افكر انا ليه بعمل ده، عايز اعمله ولا لا. فكانت مرحله المسرح كمان كانت مرحله جايه بعد فتره نضوج فني، لان كان مشوار طويل من السينما والغنى والمسلسلات، لو كان جه في بدايه حياتي ما كانش بقى بالقوه دي، لان مواجهه الجمهور دي مش حاجه سهله يوميا وبشخصيات مختلفه، فيمكن عشان انا كمان كنت مواجهه للجمهور وكنت كارمن فعلا يعني، لا هخاف ولا انحني ودي شخصيتي الحقيقيه. فلما تيجي تعمل حاجه تاني بعد النضج ده وبعد المشوار ده مع الفنان محمد صبحي، لازم تبقى حاجة بالقوة دي برضو، يا أقوى ويا حبذا لو أقوى. يا ريت أقوى.